السلام سكاخو، كيف قيسي شوية؟ شوية دارو ولا لا سلام هذي؟ أنا الحمد لله دارت 100% 100% والله الحمد لله موم المصاب الحمد لله كسو شيان خرج الطريق المصاب الله سهل الله يجازيه بالخير شنو وقع علينا؟ لا 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 فوق لا 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 فيكسيبل هذه ولا في الاجزاء الاوليه الاخيره ديال هذا الشيء خصو يكون انا خصو التضامن صراحه ديال الدار البيضاء خصو يكون التضامن خصو يكون الانسان وقعوا مع الحزاف السار هذا وقع لهذا وقع لواحد اخر وقع لهذا وقع واحد براك وقع هذا ماشي وقع هذا الشيء المصائب هذا وقع هذا شاب في مقتبل العمر ورياضي مسكين ماشي حتى شي واحد اللي هو هذيك سبورتيف دونك دماغو نقي باش تعرض ليه وتخرج ليه على كارير ديالو علاش اش من درو اش دار ليك على قبل التليفون هادو راه هماج هادو شو ما كاع واش يكونوا مسلمين انا اللي عجبني البارح انا بصراحه في المستشفى اللي كان هو داك الزحف كثير ديال الناس هادي الراجا اللي جاو حضروا تما وداك الشيء يعني داك الشيء اثر فينا وكنحسوا باننا حنا ولا الدار البيضاء وباننا حنا راه حنا ولا جوج فرق كبار في المغرب كنحسوا بالتضامن وبصراحه كنشكركم ولا كنشكروا الجمعيه ديال العش الاخضر وكنشكروا الناس ديال الرضا اللي تضامنوا معنا وتضامنوا مع الدري كما تضامنوا مع اي واحد صحيح حنا الميدان ديالنا الرياضي خصو يبقى هادشي عندنا مستمر لا ولله الحمد هادشي منذ القدم لا الجمعية الرجوية لا الفصائل بدون استثناء حنا باش نكونوا واقعيين كاين واحد العلاقة اللي كتجمعهم وطيدة رغم أن الاختلافات ورغم هذا الشيء ولكن هذا الشيء ما خصوش يأثر على العلاقة لأن حنا كيف ما كنقولوا بيضاويين يقدر غدا يتصاب رجاوي كيف ما قلتي سابقا كاين الدار اللي فيها رجاوي ودادي كتلقى الأب رجاوي ودادي هذا الشيء ما عندوش علاقة بتاتا بالرياضة هذه مسألة إنسانية وخصها تسود روح رياضيه واخويه وحنا كنديروا ما في وسعينا باش نحيوا البكومه داك الشيء اللي كيوقع راه النفسيه تكون تبدلات شويه فهمتي ماشي شويه بزاف غتكون تبدلات بزاف حيت راه جاوا عندك اللعاب اللي تتحلم بهم فهمتي ماشي تقول اللعابه راه عاديين ولعابه راه قليل هادي فهمتي راه شي لعاب اللي تذكروا في العالم فهمتي ديك اللي تذكروا في العالم وجاوا عندك حتى للدار وحتى للسبيطار راه شي حاجه بزاف جاوا عندي وشرف كبير اللي جاوا عندي اللعابه ديال الرجاء يجوا عندي اللعابه قدام فهمتي والحمد لله راه شرف كبير اللي جاوا عندي اللعابه